يا رب ولد يا رب. يا ابني يا ابني شيل الفكره المتخلفه دي من دماغك بقى. انت ليه متخيل انك عشان كنت بني ادم زفت وصايع ان ربنا هيعاقبك ويبعت لك بنت تطلع حبايب عينيك الاثنين؟ لا يا حبيبي، ربنا ما بيخلصش حق حد من حد، ولا تزر وازره وزر اخرى. عمر فين؟ ايوه مدام سلمى حالتها عصبيه جدا وعايزاه. البس. اهدي يا مدام، اهدي يا مدام. مالك يا سلمى؟ اهدي 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 معلش معلش اهدي اهدي ها؟ خدي نفس. انا مين ايه؟ انا عمر. اهدي خدي نفس خدي نفس خدي نفس اهدي اهدي ها؟ اتفضلي يا دكتور. اه انت مجنونه يا مدام. اهدي معلش. بكرهك يا عمر بكرهك. بيتك رهيني ليه؟ اغتصبتك يعني مش بمزاجك؟ لا طلعني يا عمر. انا عايز الكبير هنا. بس اولادي ما شاء الله بنت زي القمر. بنت مش عايزها مش عايزها، رجعها رجعها تاني، دخلها جوه جوه جوه. احمد ربنا يا حبيبي دي ملاك. الحمد لله. نهار اسود اتخضيت ليه يا عبيد؟ ده بابا. نعم عايز ايه؟ الفجر اللي انت فيه ده، الشرابات بتاعتي فين؟ والفاكس، الفاكس كان على المكتب امبارح. ثواني يا انكل، بنولع عليه ونجيبه لك. بترولوا على الفاكس؟ طب ما جبتوش طبق ليه؟ اتفضلوا اطلعوا برا. بابا عيب، قلت لك 100 مره ما تصغرنيش قدام صاحبي. وكمان بتعلي صوتك عليا، مش كفايه جايبان اتنين؟ انا قلت لك 100 مره مالكش دعوه بحياتي الشخصيه، انا بحب الولاد بحب الولاد بحب يا رب يا رب ولد، المره دي ولد ان شاء الله ان شاء الله. يا ابني ما كنت تعمل لها سونار عشان تعرف اذا كان ولد ولا بنت بدل العذاب اللي انت موجود فيه ده دلوقتي. يا ابني يا ابني شيل الفكره المتخلفه دي من لا الجمله دي، لا ارجوك ابوس ايدك بلاش الجمله دي. انت ما عندكش عيال؟ انا حاسس ان انا بخلف بنات بسبب الجمله دي. بس قولي مبروك، المدام جابت بنت. فرقت بنت. سوري سوري يا عمر، بس بس مش قادر اكتبها. البس تاني يا بطل. طلعني يا عمر. انا عايزك تطلعني، ما بقتش طايقه العيشه معاك. انت ايه؟ انت اللي نفع تكون زوج ولا نفع تكون اب؟ ده ده يا اخي معقد. في واحد في الدنيا عنده بنتين يبقى بيناديهم عثمان وابو القاسم. بتقول ايه؟ عمر انا بكلمك، كلمني هنا. بطلي بقى الاسطوانه الحمضانه اللي انت حافظاها دي. ما تغيري بقى انت. ايه غاوي نكد؟ انت اللي عايز تجنني بعمايلك السودا، مش كفايه ان زواتك اللي هي ما فوتهالك؟ بقول لك ايه؟ انا عمري في حياتي ما خنتك. غير تلات اربع مرات والموضوع ده خلص وانتهى من زمان وقفلناه، حتى الشغاله مشيتها عشان خاطرك. تصدق اشعرت من حنيتك عليا؟ شفتي؟ شفت في عينك. ده اوبشن سيادتك نازل بيه؟ انت المفروض ما تخونيش طول عمرك. اضربيني بيها احسن، اضربيني بيها كده ضربتين على دماغي. انا مش فاهم ايه اللي غيرك من ناحيتي؟ ايه اللي ما بقاش عاجبك فيا؟ بالكرش ده؟ اشفطي 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 على طول. بصي لنفسك في المرايه يا حبيبتي وانت تعرفي المرايه اللي حضرتك مثبتاها طول الوقت، معتزه بيها على ايه؟ محسساني ان هي في صاله الفرح لابسها لي 24 ساعه. انت عارفه اخر مره شفتك كنت عامله شعرك فيها كان من امتى؟ فاكره؟ من قبل ما تخلفي على طول. وبعدين حقوقي الزوجية يا هانم مش بتديها لي ليه؟ كل ما اقرب منك معلش اصل عندي ظروف، معلش اصل هصح العيال بدري، معلش اصل حواجبي ورمت. حواجبي ورمت ايه؟ ايه علاقة الحواجب بالحاجات؟ اتلكك 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 عشان ما تعزلش صح؟ عشان تقعد تعكس في الستات في الطلعة والنازلة صح؟
ايه يا هبله انت؟ انا مش فاهمه يا اخي. ما كل الرجاله مبسوطه مع مراتها صح؟ حلوة النكتة دي حلوة. انت بتضحك؟ طب طلقني يا عمر. يلا بيت تجري من هنا. سديتي نفسك جاتك القرف. طب والله العظيم ما انا واكل. هاتي دي. وانا ماسك نفسي لا لمست ست ولا شفت ست. يا رشدي يا رشدي سبتني ورحت فين؟ الا الست دي يا ابن اللذينة. احنا كده معلم شكلنا هنخسر بعض بسببها. اتجننت يا ديتا؟ دي مرات ابوك. ابويا الله يلا اخرس. نهلة اطلعي على طول دلوقتي يا حبيبتي وانا هلحقك فورا. وانا كمان يا حياتي. قسمة قسمة يلا روح اتخمن انت كمان. هتخمي دي بقى؟ طمني بقى انا عايز اطمن. رافع راسنا ولا كالعادة كفتة؟ كفتة. اطمن ابوك المهلك. رشدي ما انت يلا بقى يا رشدي. الله بقى علاوتك يا مروش. علاوتك يا مهلك. خلي عندك بقى. اموت انا وعيد السنة. بس بقى كفاية. بس كفاية لا كفاية. سلمى. يا بابا يا ابن المحظوظة. العيب برضه ابويا ده. شك شك مرزوقة تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي. اسمعي كده من الاخر. انا بكره هروح للدكتور حمدي ده راجل صديق العيلة والسطر غطوا عليا وانا بثق فيه. ها نامي يا حبيبتي نامي. اصبح على خير. يا عم رشدي مش سامع حاجة يعني؟ فين يا زمان؟ كانت السرخة بتهد جدران البيت. نام يا حبيبي نام واشتغلت على تستهوى. نام يا حبيبي نام يا نونا. نامي نام نام يا نونا. يا عم المهلك مش موفق ولا ايه؟ ده بجد بقى. وعمال بقى انا الاسد وارفع راسك لفوق. بقول لك ايه؟ ما تيجي تنام جنب احسن وبالمره تبقى حجه. ابني عمر هنا ومش هينفع اسيبه لوحده وكده يعني. وبالمره ابقى خلعتك بالشياكه. صوتي صوتي بقى. خلي عندك شويه كرامه اكتر. اديني قديمه يا حلو. بأمرت الدكتور حمدي صديق العيله. يا ابن الكلب يا واطي. ايه يا سلمى ايه يا حبيبتي؟ بعدين ما انت غلطانه برضو. الولد عنده حق. مش كل حاجه طلاق طلاق طلاق. ايه اللي باينه في بقك دلوقتي؟ بقيت غلطانه يا انكل؟ ده انا مش عارفه اخد نفسي من البنت دي للبنت دي لشغل البيت لمشاكل الاستاذ وفي الاخر يقول لي اتخنتي وبصي لنفسك في المرايه. الله عنده حق. ايه قصدي؟ جاتو شك في عين ابوه. شفتي كلمة الحق ظهرت الأول. كلمة اتقالت في ساعة شيطان مش حاجة يعني يا سلمى. ده أنا حاجتين يا أنكل بكلمه فيهم بقالي سنة وهو مطنش. أول حاجة إن إحنا نعزل. يا سلام. طب وتاني حاجة إيه بقى؟ لا بص بقى أنا عايز أفهمك حاجة يا اسماء. إيه اسمك إيه أنت؟ اتفضل يا معلم. نسيت اسم جوزها. ما طبعا ما هو من اللي بشوفه في عشتي معاك. كده بالكرش ده؟ شفوتي شفوتي شفوتي. مش عايز يعزل ليه بقى يا انكل؟ عشان يعكس في الستات والطلقه والنازله. ويمسك انا موبايلي وافتش فيه يقول لي لا طبعا ما تمسكيش موبايلي. وهو يمسك موبايلي عادي جدا صح؟ اه صح. ما تمسكيش الموبايل. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان انا الراجل. اتفضل يا انكل. الجمله المتخلفه بتاعته اهي. لا بقى يا حبيبي الست زي الراجل بالظبط. على ابو شكلك. ايه كوبايه ملزقه؟ معلش ما انا بكلم مين؟ ما انت معقد. دي تاني حاجه بقى يا انكل. بنات ولا عارف يتعامل معاهم. دول ما بقوش طايقينه. ده حته عيل صغير مش عارفه تهنيني بيه. لا انت زودتها قوي. مش زودتها ده انت تخنتها. محدش مانع عينك ولا ايه؟ في ايه؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. اسمعي انت عندك حق في كل حاجه انت قلتيها يا سلمى. هيعزل من البيت ورجله فوق رقبته. اما بناته فانا اعرف كويس جدا اخليه يعرف ازاي يتعامل معاهم. بس اهم حاجه حبيبتي انت ما تزعليش. ها حاضر يا انكل. ما تكشريش بقى. حاضر. هو القمر بيكشر تاني؟ انت تاني عندك؟ شفتي قمر بيكشر؟ الله 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 الله. انا ملاحظ ان البوسه داخله على الشفايف. في حاجه وحضرتك مقبله قوي كده. ايه في حاجه ولا ايه؟ ما تقلقش يا عينيا ده اخره. طب اهو خلاص بقى. ايوه كده اتعدل وغير. يلا يا صالحه. حلوه البصه دي. خش على المشهد الغرامي. تيرا
خلاص خلاص كده بقى رعب. فكيت يعني؟ ها؟ خلاص بقى ابو سلمى. خلاص. ماشي. تمام؟ يا ستي اطلبي مني أي حاجة هعملها لك قدام الراجل الطاهر ده. طب تعالى معايا نجيب البنات من المدرسة. إيه؟ بتبصي لي ليه؟ هتروح؟ بتقول لك أنت. بتقولي أنا؟ نفسي مرة. مرة أروح أجيب البنات من المدرسة ألاقيك سابقني على هناك. عمرك ما هتتغير. ده أنا. يا دي افهم بقى. افهم ما يبقاش مخك تخين. علاقة الراجل بالست في الحياة عاملة بالظبط زي الدكتور وعلاقته مع شغله. وهو صغير زيك كده بيبقى ممارس عام. يكبر شوية يبقى أخصائي. أما لما بيوصل لسننا فبيبقى استشاري. ليه أنت واطية؟ صدق إن أنت أوطى. روح روح يا ليلى. روح يا ملك. روح سلموا على طنط وبوسوها. بوسوها من بقها. وهتقولي رقمها. يا ريت. سلمى. ايه ده؟ هاي. هاي. جيف ازيك؟ كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. والله اشتقت لك. انا اكتر والله. سوري يا جماعه ما عرفتكوش. جيف على فكره كان مستر لابنر. والله؟ اميره، مريم، روداينا و المدام. سلمى وين اخت